Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Al-Nob Dinar baru saja membagi beras di kawasan Masih daerah Kota Pekanbaru, Riau. Mari kita support ini terus berlanjut. Sudah masuk tahun kedua, program bagi-bagi beras ini bisa kita yang mau berkontribusi bisa transfer ke Bank Riau Kepri Syariah 8202166662. Sekali lagi, Bank Riau Kepri Syariah 8202166662. Bisa juga ke BNI Syariah atau BSI 10109966666. 10109966666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfernya 09. Kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasi silakan kontak nomor ini 0852 6541 6060 atas nama admin yayasan. Ini tanah numpang, kalau hujan lebat banjir, orang tua ambil upah cuci, ayah meninggal, anak tiga, banyak tak terhitung jumlah model begini. Kita support, mari kita support terus. Ingat, kita akan mati menghadap Allah, inilah yang akan mengalir tetap sebagai amal, inilah yang akan menolong kita. Berkah selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani nahnu su'ada annana nara khariji al-Azhar al-Sharif wa an nara ba'd ad-duyuf. Wa kama qala al-ulama' ليس الأزهر لطلاب الأزهر، وإنما كل من قرأ كتب الأزهر فهو أزهري. أصل الأزهر بناء، لكن العلم هو الأزهر. فقد يكون عندكم هنا أزهر جيد بتدريس الكتب وبقراءة الكتب وبأن نمشي على المنهج. وجميل أننا نقرأ كتاب للمبتدئين، فاليوم كله عنده شهوة يقرأ الكتب الكبيرة، المنهاج، قليوبي وعميرة، مغني المحتاج، النهاية. لكن مين يقرأ الكتب البدايات؟ مفيش. وكله ينسى أن عدم الاهتمام بالبدايات يؤدي إلى سوء النهايات. يعني كله يعرف ما أقول ولا في مشكلة؟ في مشكلة؟ خلاص خلاص خلاص، أنتوا أحرار، أنتم أحرار. ده في جولة أو في سكر؟ عيد عيد تاني. نحن نشرب قهوة من غير سكر حتى لا يكون لكم علينا فضل. خلاص، ما دام ضحك بعضهم يبقى في بعض يفهم وفي بعضهم لا يفهم. ابدا ابدا تكذبون في 60% من الجلوس لا يعرفون عربي. اكشفهم، ساكشفهم لك واحد واحد، ساكشفهم لك. شاهد، الواجبات اكثر من الاوقات. يعني الشيخ يجلس معكم الان الساعه، انا اتقاضى 4 قطع ذهبيه. يعني إن شاء الله نجلس عندكم 3 أيام، نمشي من سومطرة معنا 5 كيلو ذهب. يعني الوقت صعب، الوقت أكثر من الذهب. فماذا نفعل؟ في أكثر من طريقة. الطريقة الأولى، نقرأ باب وليكن باب المناكحات، بخيره وشره وحلوه ومره، وإذا زرناكم مرة أخرى نقرأ المعاملات، نقرأ العبادات. هذه طريقة، وهي طريقة جيدة. في طريقة جيدة أكثر إن كان حضراتكم قرأتم الفقه، أننا نقرأ والشيخ يسكت. في مشكلة الشيخ يتكلم، ما فيش مشكلة، يبقى توضيح الواضحات من المهلكات. لمس المرأة ينقض الوضوء، الشيخ يقول إيه؟ معروفة. الدكتور علي جمعة كرمه الله كيف شرح البخاري في شهور، ومسلم وأبو داود، يعني
شرح 5 كتب في أقل من سنة. كان مجلسه من الساعة 7 إلى الساعة 9، يقرأ الطلاب وهو لا يتكلم، ساعتين ونصف لا يتكلم أبدا. بعد القراءة يجلس من 9 إلى 10:30 أو 11، يعني يجلس بقدر ما قرأ. أنا عندما يقرؤون مثلا، هم يقرؤون حديث رواه الترمذي، أنا مش عارف الترمذي الحكيم ولا الترمذي صاحب السنن، فأنا أكتب لا ضرر ولا ضرار، حديث ضعيف ولا صحيح، أنا أكتب. ثم بعد القراءة كل واحد عنده سؤال يسأل. نخرج أنه قرأ في ساعتين 200 حديث، 150 حديث، ولكن بعدما سألنا خرج الجميع وقد فهم كل شيء. هذه طريقة جيدة، فما يناسبكم نحن نفعل، لأن الوقت ضيق، ليس معي، معكم ومعي ومع الناس كلها. لكن القضية ليست في الإجازة، الإجازة أجزتكم، لكن القضية الإجادة، القضية الإجادة، الإجادة إنك تأخذ مهارة الفقه، تكون فقيه ماهر. حتى تكون فقيه ماهر 4 مراحل مولانا، 4 مراحل. كيف تكون فقيها ماهرا في 4 مراحل؟ القضية مش في الإجازة، حرام الإجازة، ده يصور إجازة دون استئذان ويأخذ إجازة ويمشي. في حرام كتير، أندونيسيا مملوء، كل طلاب العلم في أندونيسيا حرامي إجازة، كله حرامي إجازة. لا نعترض إجازة بركة، لكن المشكلة في الإجادة. أنا معايا إجازة في التوراة والإنجيل، لكن أعمل بيهم إيه؟ والله العظيم لا أمزح، أنا عندي إجازات في كتب لا أعرفها. سلمنا على الشيخ، نقبل إيده، أجزتك بكل مروياتي، يعني أنا مش عارف إيه مروياته. لكن أنا لو عندي إجازة في 40 النووية وفاهم 40 النووية وألقن الناس 40 النووية، أنا ما شاء الله جيد أوي. هذا مهم. مهم كمان قراءة الكتب المعتمدة المختصرة النادرة. إن شاء الله نقرأ معاكم العقيدة التوحيدية لمولانا الدردير، صفحة تقرأ في قد ايه مولانا؟ 5 دقائق. وإجازة مني إلى مولانا الدردير. إن شاء الله إذا جئت مرة أخرى السيد مصعب والسيد عرفان يترجمون شرح، أنا أفعل شرح بسيط كده عليها كده، نصف ساعة كده نجلس نشرب شاي 2 قهوة نفعل الشرح. ليه؟ عشان احنا عايزين شرح مختصر. هذا كتاب جيد لا يعرفه احد. العقائد التوحيدية لمولانا البيجوري نادر من يعرف، نادر من يعرف، الكل اكتفى بعقيدة العوام وخلاص. لا، عندنا كتب جيدة وافضل ومختصرة وسهلة. مين مؤلف؟ مولانا الدردير. مين مؤلف؟ مولانا البيجوري. أعمدة في المذهب الشافعي. كتاب الذي تقرؤونه متن أبي شجاع، المرحلة الأولى من مراحل علم الفقه أن تتقن الأحكام كاملة ولو بكتاب مختصر. أنا أجلس أمامك بفضل الله، اسألني أي سؤال في أبواب الفقه أنا أجيب، لكن ممكن أجيب باختصار. في واحد عالم يجيب ما شاء الله 4 صفح، لكن هذا ليس معناه أني أنا جاهل أو أنا سيء. لا، أنا عندي ما يجعلني تسأل أجيب، بعد ذلك من أراد أن يتوسع اذهب إلى غيري. أنا هذا ما أقوله في مصر، ولذلك عندما كنت أنا موجود في الأزهر أنا أشرح أبو شجاع فقط، يعني كنت غضبان أشرح زكريا الأنصاري. ثم عدت إلى كتاب التذكرة لابن الملقن. ليه؟ لأن كل من يشرح يشرح المنهاج، مغني المحتاج. طب مين يجلس مع الطلاب الصغار؟ أبو شجاع سيعطيك فكرة ملمة بكل الأحكام في المذهب الشافعي ولو باختصار، كما فعل صاحب الأجرومية، وكما فعل 40 النووية،
وكما فعل صاحب البيقونية. كثير فعلوا، كثير فعلوا. طيب، بعد إتقانك، بعد إتقانك للمذهب، أدخل على الأدلة. هذا ليس قهوة يا ابني، لا أخرب بيت شيء أول بعدين يا ابني، حرام عليك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل أهل رياو فينا يا رب العالمين، اللهم أكسر عليهم من الضرائب يا رب العالمين، واجعل الحكومة تأتيهم ليل نهار عالمين. خلاص، وأكسر من اللصوص في هذا العالم. يعني دعوة من القلب، يعني سبحان الله، دايما دعاء الجوعان مستجاب، وأنا جوعان، فدعاء الجوعان سبحان الله، أسأل الله أن يكون من هذا الدعاء نصيب. يعني الشاهد، الشاهد، شوف بعض يضحك بعض لا يضحك، لا يضحك ده لا يعرف عربي، وأنا سأخرجهم لك واحد واحد. الشاهد، الشاهد، المرحلة الثانية إتقان الدليل. كيف آتي بالدليل؟ أعظم كتاب مذهب شافعي في الدليل بلوغ المرام. بلوغ المرام لمين؟ مات سنة كام ابن حجر؟ 852. شوف شوف، امشي معايا، 852، لما يجي عالم أنا أقول مات سنة كام، مرة مرة يتكون عندك فكرة عن علم الرجال. نيجي مرة نقرأ معاكم البيقونية إن شاء الله، يوم ننتهي من البيقونية، يوم ونصف نخبة الفكر، نصف يوم نقرأ المختصر التذكرة لمولانا ابن الملقن. كده كم كتاب؟ 3 كتب. قال العلماء من قرأ 3 كتب في علم واحد صار من أهل التخصص. شوف شوف، 3 كتب حلوين إزاي؟ بيقونية، نخبة الفكر لابن حجر، التذكرة لابن الملقن، مات سنة 804. كتاب التذكرة لابن الملقن ده أنا عارف أنكم لا تعرفونه، مع العلم كتاب معتمد وكتاب قوي وكتاب مختصر، لماذا لا نعرفه؟ مش عارف. هذا الكتاب لو نصور مولانا 4 ورقات، 4 ورقات، لو نطبع 5000 روبية، لو نطبع بغلاف كده قوي، لو نشرح يوم يوم. علم ما شاء الله، علم جميل قوي، وكتاب انتهينا منه كاملا. شاهد، 3، اقرأ علم قواعد الفقه. كم قاعدة في المذهب الشافعي؟ 5 قواعد كلية، 40 قاعدة متفق عليها، 20 قاعدة مختلف فيها، المجموع كم؟ 65. هذا الكتاب الذي بين أيديكم، هذه طبعة جديدة، الأخضر ده طبعة قديمة، هذه الطبعة فيها المذهب كاملا مع الأدلة، وفي النهاية فيها القواعد. الطبعة الأخضر ليس فيها القواعد. معلش معلش، نصور نصور نصور، عامل إيه؟ من اشترى لم يستأذن، ومن اشترى لم يستشير الشيخ، فله من الله ما يستحق. فكل واحد مع طبعة خضراء لازم غضبان من المدير، ولازم ثورة، والدعاء عليه في صلاة القنوت في صلاة الصبح. أعمل إيه مولانا؟ الحق حق، ونحن لا نخشى في الله لومة لائم في هذه الأمور. سهلة سهلة سهلة، نصور سهلة، لكن الشيخ يصور لكم على نفقته الخاصة من طعام أولاده وزوجته. طيب، بقي الرقم 4، الأصول، الورقات.
الأصول الورقات ولنا شرح الورقات. هذه الخطة مولانا ممكن سنة تكون عالم في المذهب الشافعي وعالم محترم بالفقه به، عاوز مواد زيادة، تاريخ تشريع، أو الشباب ترجموا تاريخ التشريع. أنا لي كتاب تاريخ التشريع عربي صغير كده 48 صفحة، كتيب يقرأ قبل الطعام وبعد الطعام، تفهم تفهم إيه أدلة المذهب. إحنا شافعية، أذكر أدلة المذهب الشافعي، مش عارف قرآن والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والاستقراء وقول الصحابي حيث لا مخالف. خلاص خلاص خلاص، يبقى إحنا النهاردة لازم يكون عندنا هدف. الهدف هو المرحلة الأولى من مراحل الفقه الأربعة، وهو الإلمام بطريقة مختصرة للمذهب كله، بحيث لو حد سأل حضرتك سؤال تجيب ولو باختصار. ثم المرحلة الثانية حفظ الدليل وفهمه، المرحلة الثالثة القواعد، كل ده أنا مسجله على يوتيوب، المرحلة الرابعة أصول الإيه؟ الفقه. لو أتقنت هذا تتحول من مقلد، ده أول شيء، إلى تابع لو عرفت الدليل، إلى مرجح لو عرفت القواعد والأصول، فتتحول إلى مرجح أو مجتهد فتوى. هذا الذي نريده من حضراتكم. فلو طريقة أننا نقرأ في شيء صعب الشيخ يتكلم جيد، أو تريدون نشرح يبقى نختار بعض الأبواب، وإذا جئنا مرة أخرى إن شاء الله نكمل، ليس عندي اعتراض، ولكن الله أعلم، قد تأتي المنية، الله أعلم، يعني الدنيا والمشتغلات. فإذا جاءك الشيخ فرصة وتقرأ في البيت وتأتي تسأل، ربما سؤالك يفيد غيرك، أحيانا السؤال يفيد الساكت أكثر من السائل، وأحيانا يفيد الشيخ. كثير أوي أنا أسأل أسئلة لم تخطر على بالي أبدا، نفكر فيها ونأتي بالجواب ونكتبه في طبعة أخرى، وأحيانا تقرأ تخرج أخطاء، ولذلك نحن فعلنا كل طبعة جديدة نصحح، كلنا يخطئ، الوحيد الذي لا يخطئ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى أنه لا يخطئ فقد أخطأ. خلاص، طيب توكلنا على الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا سيدي، مين يقرأ؟ أي حد يقرأ، نقرأ، نحن نقرأ المتن فقط، ونقرأ من طبعة جديدة، نقرأ من متن فقط ومن طبعة جديدة. إذا جاء اختلاف بين الجديدة والقديمة أنا سأتكلم. الشيخ كان يقول إحنا عاوزين نبين المواطن الضعيفة في الكتاب، موجود موجود 30 موضع سنظهر، 30 موضع سنظهر إن شاء الله. خلاص، سيد غني موجود من فدان، مش هنا يوم الايه؟ يوم الاحد القادم في الفدن، اخبره انني لا اريد ان اراه. انا كنت اسال عنه فان رايته اخرجته. خلاص، وانت ما الذي جاء بك هنا؟ هذا ما الذي جاء بك؟ هذا حرامي، حرامي سرق الاسناد، حرامي وهابي جمال. نعم، حرامي وهابي. لا لا لا، بخيل جمال. يلا خلاص تكلمنا، بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. ويلا كده نبدا كده مع المقدمه وشويه شويه. احيانا اترك على انه سهل، لا تخجل من السؤال. قال ابن كثير عندما سألوا كيف وصلت إلى ما وصلت، ابن كثير شافعي، هو من تلميذ ابن تيمية ولكن شافعي، قال وصلت إلى ما وصلت بشيئين،
بكثرة السؤال وبمزاحمة العلماء بركبتي أي مجالس العلم. وقالوا يا ابن كثير بما يضيع العلم؟ قال بشيئين: الأول الحياء، والثاني الكبر. فيضيع العلم بالحياء، أنا محرج أسأل خلاص ظل جاهل إلى أن تموت، والآخر كيف أسأل واحد أنا أفضل منه؟ فالمتكبر جاهل إلى أن يموت. كيف؟ اسأل. السؤال نصف العلم، ولكن رجاء أن تسأل فيما يهمك. سيأتي العقيدة إن شاء الله، نقرأ الخريدة، ولن أسأل سؤال مفيد، كله في التأويل، كله في الأشاعرة، كله في الوهبية، لكن لا أحد يسأل سؤال مفيد. تعودنا هذا، وهذا 100% ضلال مبين. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على، ده حديث مولانا صحيح، إيه اختلافهم على أنبيائهم؟ أي لا يطيعون أنبياءهم. خلاص. في الحضور، من في الحضور ليس عنده إجازة في حديث الأولية وليس عنده إجازة في حديث المحبة يرفع إيده؟ كله عنده؟ طيب من عنده إجازة في الأولية يرفع إيده؟ يعني من لم يرفع ده لماذا لم يرفع؟ يا شباب من عنده إجازة يرفع. خلاص خلاص، أنا كنت سأحاول أعطيكم إجازة. أدى إجازة. استريحوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشائخنا في الدارين، آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكفر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. سبب بقاء الكتب شيئان: الأول إخلاص المصنف، أي مصنف، ما كان لله دام. والثاني بركة التدريس. الأول إخلاص المؤلف، والثاني بركة التدريس. المختصر ما قل لفظه وكثر معناه. القاضي أبو شجاع الأصفهاني أبوه، إلا أنه بغدادي، تعلم في بغداد ونشأ في بغداد وصار قاضيا في بغداد، ثم انتهى بزهد وورع فترك القضاء وذهب إلى المدينة المنورة خادما في المسجد النبوي، ثم مات خادم الحجرة النبوية الشريفة فعين خادما للحجرة النبوية إلى أن مات، ودفن قريب من باب جبريل، وهو الآن قبره دخل في المسجد النبوي الشريف. أبو شجاع انتقل سنة 593 593. الكتاب له اسمين: غاية الاختصار وغاية التقريب. له اسمين: غاية الاختصار وغاية التقريب. هذا الكتاب هو أول كتاب يقرأ كعادة أهل مصر، لأنه حوى الفقه كله، معاملات وعبادات. أما أهل اليمن فيبدأون بسفينة الصلاة
ثم سفينة النجاة ثم المقدمة الحضرمية الصغرى المختصر اللطيف المقدمة الحضرمية الكبرى ثم يقرؤون أبو شجاع. أهل مصر جاءوا من النهاية وقرأوا إيها أبو شجاع. أعظم من شرحه باختصار وكتب الله له القبول ابن قاسم. ابن قاسم يريد تكتب معايا كده هو اتولد سنة 851 وانتقل إلى رحمة الله 918. اتولد سنة كام؟ 851. مات سنة كام؟ 918. أنا أسأل سؤال، من لا يعرف لماذا لم يكتب؟ يعني أنت لا تعرف متى اتولد ومتى مات، لماذا لم تكتب؟ اكتب يا ابني اكتب، خلي ربنا يكرمكم، اكتب مرة مع مرة مرة مع مرة نستفيد. هذا ابن قاسم. أوسع من شرحه مولانا الشربيني الخطيب، ولد في أوائل القرن العاشر، رأي من 901 إلى 907، وفاته سنة 977. الكتاب اسمه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، هذا أوسع كتاب. في كتاب في الشرح اهتم بالأدلة، كفاية الأخيار للإمام الحصني. الإمام الحصني دمشقي، مات سنة 808، مات سنة 808. أبو شجاع وفاته، مولانا الحصني، مولانا ابن حجر العسقلاني، مولانا ابن الملقن، مولانا مين تاني؟ ابن قاسم، الخطيب الشربيني، أو ست علماء قلت لكم تاريخ الميلاد بعضهم وتاريخ الوفاة للجميع. أهو مرة مع مرة مرة مع مرة تنتهي الدورة نكون كتبنا أقل شيء 100 عالم. مرة 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 يتكون عندك علم الرجال، علم اسمه علم الإيه، وده يعطيك قوة عندما تشرح. معظمكم مدرسين عندما تشرح يعطيك قوة، مات سنة كذا، اتولد سنة كذا، كلمتين عنه يعطيك قوة. كتاب الطهارة، المياه التي يجوز بها التطهير 7 مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. ماء البئر الذي أنا أحفر، وماء العين خرج بنفسه. هذه 7 مياه الدليل الاستقراء، الاستقراء التتبع، لا يوجد ماء غير هذه 7، وكل واحد من هذه 7 يسمى بالماء المطلق الذي يجوز التطهير به. نعم. فصل: جلود الميتة. وجلود الميتة تطهر بالتباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. لأن الكلب والخنزير نجس حقيقة، بخلقته نجس، فالدباغ لا يطهره. أقسام المياه. حاضر حاضر، عادي عادي، عصر الجيل في كل مكان. المهم الدباغ ليس بالدباغ صار طاهر بعد الدباغ الغسل، بعد الدباغ الايه؟ الدباغ عبارة عن شيء كده زي السنبل كده يأكل في فضلات الجلد ثم يغسل، لكن لو لم يغسل باقي على أنه نجس. الكلب والخنزير مولانا هو أصلا نجس، فالدباغ لا يطهره. نعم. أقسام المياه. ثم المياه على 4 أقسام. نعم. طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق. طاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. هنا مكروه كراهة شرعية ولا كراهة تنزيهية؟ الاثنين موجودين في المذهب. وقال أنني لا أكرهه إلا من جهة الطب، أن الماء المشمس يمرض. الماء المشمس له شروط،
وشروطه هي تعريفه، أن يستخدم حال الحرارة في البدن في قطر حار في إناء منطبع. منطبع يعني صدى يخرج منه ذهوبا. لو نحن نشرب في كوب بلاستيك، تعرفون بلاستيك زي ده، لو نشرب شاي ساخن الطعم مختلف، معناها أن السخونة أكلت في البلاستيك. لو إناء من نحاس أو من حديد يفعل هذا، لكن مثل هذا، هذا جيد لا يفعل شيء. الزجاج لا يفعل شيء لأن هذا من الفخار لا يخرج منه ذهوبة. حكم استخدام الماء المشمس عندما يبرد جائز، ليس فيه اعتراض، ليس فيه اعتراض. نعم. طاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، طاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل، والمتغير بما خالطه من الطاهرات، ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. القلتين النهاردة 211 لتر، زمان 500 رطل أو رطل، الاثنين سواء، لكن ما يساوي اليوم 211 لتر. نعم. والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. تقريبا يعني ممكن زيادة وممكن ناقص، في الأصح أي في خلاف بين الأصحاب، وهذا هو الراجح. لو قال الأظهر والمشهور هذا مع الإمام، لكن الأصحاب الأصح والصحيح وقيل، فإذا قوي الخلاف عبر بالإيه؟ بالأصح، بالأصح. خلاص؟ قول يا سيدي، إذا أول ما تسمع كلمة أصح يبقى الخلاف مع مين؟ مع الأصحاب، وهذا هو الرأي الراجح. فصل جلود الميتة. خلاص خلصنا، يلا خش بعض. فصل أواني الذهب والفضة، ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. عندي قاعدة من الأربعين المتفق عليها، ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. عندي خمس أحاديث، هذه قاعدة من الأربعين المتفق عليها، ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. اي قاعده الشرح، لان الاقتناء قد يؤدي الى الاستعمال. لماذا حرام؟ مولانا مذهب الامام الشافعي من البدايه الى النهايه تعبدي. ما معنى تعبدي؟ الله يريد ذلك. بعد ذلك قل ما شئت، قل ما شئت. فصل السواك. والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا، عند تغير الفم من أزم وغيره. أزم اللي هو أكل شيئا يعني سيئا، أو سكوت طويل، أو كلام كثير، كأنه علامة على تغيير الفم من جيد إلى سيء. أزم. وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. متى يكون السواك حراما؟ إذا كان بسواك غيري من غير استئذان. حكم الاستياك بالأصبع لا يجوز، لأنه لا يسمى سواكا، لا يسمى إيه؟ سواك. طب حكم الاستياك بأصبع الغير يجوز؟ يجوز. نعم سيدي. فصل في أحكام الوضوء. وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعد الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. تم.
سنن الوضوء وسننه عشرة أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جميل، وتخليل اللحية الكثة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا ثلاثا، والموالاة. هل الرأس تمسح مرة ولا ثلاثة؟ سؤال. هل الأذن مرة ولا ثلاثة؟ كل ثلاثة ممسوح أو مغسول لعموم الحديث الذي أخرجه أبو داود: الطهور ثلاثا. طيب خلي بالك، عند الشافعية مسح الرأس ثلاثة، الجمهور واحد. المضمضة لها ثلاث كيفيات: مضمضة واحد اثنين ثلاثة، استنشاق واحد اثنين ثلاثة. أضعف طريقة، أقوى منها من حيث الدليل: مضمضة استنشاق، مضمضة استنشاق، مضمضة استنشاق. أقوى أقوى من حيث الدليل. هذا الماء المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أقوى شيء. مسح الرأس الفرد ليس شعرا، جزء من شعره، فلو سقطت قطرة واخترقت الخمار أو الطقية وذهبت إلى الشعر تحقق المسح. عند الإمام الرمل الصغير السواك أول الوضوء، ثم البسملة حتى نقول البسملة بفم طاهر. عند ابن حجر لا، نبدأ بالإيه؟ بالبسملة ثم الكفين ثم السواك قبل المضمضة. هذا خلاف بين ابن حجر وبين مين؟ وجهة نظر الإمام الرملي الصغير. الرملي الصغير مات سنة كام؟ 1004، أدي رقم 7. الإمام ابن حجر الهيتمي مات سنة كام؟ 974. 974 ده كده رقم كام؟ 8. خلاص؟ شاهد إن ابن حجر يقول قبل المضمضة حتى أمضمض فأخرج بواقي السواك، وأما الرمل الصغير فيقول نستاك حتى نقول بسم الله الرحمن الرحيم بفم نظيف. كل شافعي وكل جيد. قول سيدي. فصل الاستنجاء. والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء. حكم الاستنجاء بماء زمزم مكروه. الاستنجاء بالأحجار بثلاث شروط: لا يخرج النجس عن المحل، حشفة الذكر أو حلقة الدبر، لا يختلط بغيره كدم وغيره، لا يجف. فإذا حصل واحد من الثلاثة وجب استعمال الماء. طيب المنديل ده جامد، قالع ينظف، طاهر، يجوز الاستنجاء بمين؟ بمنديل يجوز. نعم. ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأن الماء ينظف ويزيل الأثر. ينظف ويزيل الإيه؟ الأثر. قول يا سيدي. آداب قضاء الحاجة. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. حرام استقبال القبلة، حرام استدبار القبلة. الدليل قال صلى الله عليه وسلم: شرقوا أو غربوا. أما في الدور والبيوت يجوز.
لحيث في ساتر، فإذا وجد الساتر جاز استقبال القبلة أو استدبار القبلة. يلا سيدي. ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة. الضابط الأذى، ضابط هذا الكلام الأذى في كل ما سيذكر الشيخ. نعم. وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط ولا يستقبل الشمس. لا يتكلم إلا لضرورة. لا يتكلم إلا إيه؟ لضرورة. ولا يستقبل الشمس والقمر، ما فيش مشكلة. ولا يستدبرهما، هذا أول موضع ضعيف. أول موضع ضعيف. يبقى استقبال الشمس واستقبال القمر مكروه، أما استدبار الشمس واستدبار القمر غير مكروه. اكتب كده هو قول غير معتمد لأنه ضعيف. أنا عندي كم موضع؟ 30 موضع تقريبا. 30 موضع تقريبا. يلا سيدي. فصل نواقض الوضوء. نواقض الايه؟ هنا في مشكلة كامل يا سيدي. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، وخرج من السبيلين إلا المني. المني طاهر عند الجمهور. المني طاهر عند الإيه؟ الدليل كانت السيدة عائشة إذا وجدت المني جافا كانت تفركه، فلو كان نجسا لغسلته. نعم سيدي. والنوم على غير هيئة المتمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ونفس الرجل المرأة الأجنبية. إلا ثلاث مواضع لا ينقض: السن والظفر والشعر لا ينقض. حكم لمس المرأة الميتة إيه؟ ينقض ولا لا ينقض؟ دي ميتة ماتت، إنها امرأة ماتي. حكم لمسها إيه؟ نعم؟ هي ماتت وأنا لمستها مثلا، حكمي أنا. هي طبعا خلاص غير مكلفة، هي غير مكلفة، أنا بقى يعني أحملها، فيدي تمسك جسدها بدون حائل، حكمه ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ وعايز دليل. ينقض؟ لا، كله من غير حائل مولانا، أنا أتكلم غير حائل. أنا لو ألمس امرأة حية بحائل لا ينقض وضوئي. طبيب يكشف على امرأة بطن امرأة، يلبس قفاز جوينتي بلاستيك ثم يجعل على اللحم أو كده، ينقض وضوء الطبيب؟ ينقض وضوء المرأة؟ في حائل، لكن القضية من غير حائل. ويلمس امرأة ميتة حكمه ايه؟ ينقض ولا لا ينقض؟ وعايز دليل. قول اي حاجة مصعب من العلماء. لا ينقض. سيد مصعب قال لا ينقض. ها اراء تاني، ينقض ولا لا ينقض؟ ها سمطر انت، ينقض ولا لا ينقض؟ الملموس ينقض؟ لا ينقض. لا ينقض لأنها ميتة. ماشي، مش كويس. شوف شوف سيد مصعب من فين؟ حاضر يا حمولان. سيد مصعب جاء من جاوة الشرقية قال لا ينقض، ومولانا جاء من سمطرة مكان آخر قال لا ينقض. قول يا أستاذ. أو لا يعرف عربي، لا يتكلم. قول عاوز ايه؟ مولانا في حد يقول من الشيخ بين الزوج والزوجة لا ينقض الوضوء. حاضر حاضر لا يغيب. انا قلت لك
قلت لك شوف سيد مصعب يعني عالم كبير والشيخ عالم كبير قوي، إلا أنهما ليس من العلماء في هذه المسألة. يا مستر كينتنج، أنت وهو، المرأة الميتة امرأة ولا صارت رجلا بموتها؟ امرأة. قال تعالى أو لمستم، فلمس المرأة الميتة ينقض الوضوء لعموم الآية. الزوجة ينقض لأن الزوجة أجنبية ولا من المحارم؟ إن كانت من المحارم كيف تزوجها؟ وإن كانت أجنبية هي امرأة ينقض. ومذهب الإمام الشافعي بشهوة من غير شهوة ينقض. شهوة من غير شهوة الإمام مالك. أبو حنيفة بشهوة من غير شهوة لا ينقض. هذا هو الخطورة، أن اختلطنا جعلنا لا نعرف المذهب ونحن ندعي أننا شافعية. هذا رأيته، كان في معهد في جاكرتا يدرس فقه السنة، أنا لا أعترض لا أعترض، ولكن يقول إحنا شافعية. قلت هذا ليس مذهب شافعي، ده فقه مقارن. قال نحن شافعية في قلوبنا. عرفت أنه جيلة، وأنا لا أحب أن أخوض معركة مع جيلة. نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ إن أردت أن تقول لمس المرأة يوجب الغسل أنا لا أعترض، لكن لا تقول مذهب شافعي. طيب اللحية الخفيفة زي أنا كده سنة؟ لا، واجب تخليلها، واجب الماء يدخل. لكن اللحية الكثة سنة دخول الماء، كيف أخللها؟ يكره يكره لطم الوجه برفق. أنا أفعل طريق للماء، هذا إذا كانت اللحية إيها حكم التخليل سنة. أما الغسل لحية خفيفة لحية سميكة وجب التخليل. متى يجب تخليل اللحية في الوضوء؟ إذا كانت خفيفة أو كانت لحية امرأة. في شواذ، شاذ، امرأة لها لحية، هذا مكروه. موجود 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 موجود. فامرأة لها لحية كثة تقول سنة؟ لا، وجب التخليل لأنه لا يجب توفيرها لها. حكم تخليل اللحية الكثة للمرأة واجب، حكم تخليل اللحية الخفيفة واجب. في الغسل كل اللحية واجب الإيه؟ التخليل. واجب الإيه؟ التخليل. يلا سيدي، ها تفهمون ولا في صعوبة؟ ها ماشي الحال كده في شرح الكتاب؟ طريقة جيدة ولا غير جيدة؟ جيدة. ها توكلنا على الله، يعني عشان نجد فرصة نتكلم. ها ومس فرج الآدمي بباطن الكف. هنا صفحة 39 اللي عنده طبعة قديمة، صفحة 39 موجود لمس، مس الذكر ينقض اللامس والملموس. كلمة الملموس أمحو. مس فرج الآدمي الذكر أو ما يظهر من فرج المرأة عند الجلوس بباطن الكف ينقض اللامس من نفسه أو من غيره. أما النقد فيكون لللامس وليس للملموس. هات يا ابني الكتاب كده. صفحة 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فائدة، السطر العاشر. اللمس
ينقض الوضوء لللامس والملموس. لا، احذف والملموس، وهو ليس اللمس، هو المس. المس، المرأة لمس والذكر مس. كده في كلمتين خطأ. ها، المس، نحذف اللام الثانية. ينقض وضوء لللامس فقط، من نفسه أو من غيره، صغيرا أو كبيرا. اتفضل امسح، هات هات ألم. ماذا أفعل؟ نمحو كلمة والملموس. واللمس هي ليست اللمس، هي المس. قال صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. سؤال: امرأة لها ابن عمر يوم تنظفه، فلمست بيدها، مست بيدها ذكره، نقض الوضوء ولا لم ينقض؟ نقض الوضوء. ده طفل عمر يوم، ولو نصف يوم. نقض الوضوء لعموم الحديث: من مس ذكره فليتوضأ. قال العلماء: هو أقوى حديث في الباب، حديث البصرة أقوى حديث في الباب. قول يا سيدي. نعم. إنه بضع منك، ده حديث استدل به أبو حنيفة ليس الشافعي. الشافعي: من مس ذكره فليتوضأ. وقال ابن حجر العسقلاني: إنه أقوى حديث في الباب، إنه أقوى حديث في الباب. إنه بضع منك، هذا دليل أبو حنيفة. حتى للحيوان، احنا قلنا للانسان. الحيوان انت ادرى، انت ادرى. قول يا سيدي. نعم، لحظات. من مس ذكره فليتوضا، هذا معنى الحديث الذي فهمته. من مس ذكره نفسه، ما هو نفسه ينقض الوضوء، ومن غيره اشد. يقول لك ايه مولانا؟ من قبل، لحظات، من قبل امرأة دخل النار، قال: الحمد لله، أنا زنيت فقط. لا. لا. أنت أندونيسي صح؟ عرفته. أحضر بيلا. لا، أنت من سومطرة؟ يعني سنبل كثير من الميدان، لم يحضر لنا في الميدان ويحضر لنا هنا محافظة أخرى. يا سيدي، حتى ولو كان قريبا، إيه المشكلة؟ هو يحضر معكم في الأظهر. لا أريد أن أرى. يلا يلا يلا، حرام عليك. يلا، عايزين نوصل إلى باب الربا. نعم. الدبر، حلقة الدبر فقط، أما الإلية لا ينقض الوضوء. الأنثيين الخصية لا ينقض الوضوء، ينقض الذكر. المرأة ينقض الأشفار، حروف الفرج التي تظهر منها عند الجلوس. فهمت؟ كله ببطن الكف والأصابع. ملتقين. عاوز ايه بس؟ قول صاحب السؤال. فهمت؟ نعم، فهمت؟ خلاص، انت عاوز ايه؟ ملتصقين كده؟ افرض غير ملتصق هكذا، لا ينقض؟ مسلم؟ أريو مسلم؟ قول يا ومس حلقة دبره على الجديد. على الجديد، أي ما نص عليه الإمام الشافعي في كتاب الأم، كتبه فين؟ في مصر. فإذا قال الجديد، إذن القديم خلافه، إذن القديم أن حلقة الدبر لا ينقض.
الراجع عندنا إيه يا مولانا؟ أن الجديد راجح إلا في 14 مسألة أو 19 مسألة أو 23 مسألة مكتوبين في آخر النسخة الجديدة. صور صور لهم. صور. ولسه لسه في كثير. فصل في أحكام الغسل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت، وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة. الولادة لماذا توجب الغسل؟ لأن نزول المني، أنا لا أتكلم في حلال وحرام، حلال الجماع، حرام يفكر فينزل مني، لا أتكلم في حلال وحرام، أنا أتكلم إذا نزل المني وجب الإيه؟ الحديث واضح، إنما الماء من الماء. لكن هنا لماذا الولادة توجب الغسل؟ قال العلماء من فين الولادة؟ الولادة من الجماع وهي نطفة الرجل، صح؟ إذن الولد ما هو إلا مني متجمع، فخروج الولد كأنه إنزال. اعرف الدليل، اعرف الدليل، فدليل الولادة إنما الماء من الإيه؟ جامع ولم ينزل. الحديث رواه مسلم إذا التقى الختانان وجب الإيه؟ غسل. لكن من قال أن الجماع من غير إنزال لا يوجب الوضوء، لا يوجب الغسل؟ هذا مذهب الإمام البخاري، مذهب الإمام الإيه؟ البخاري، لكن ليس مذهب الإمام الشافعي. إذا التقى الختانان الرجل والمرأة فقد وجب الإيه؟ الغسل. الغسل والغسل لغتان صحيحتان، إلا أن الفتح أقوى، إلا أن الفتح إيها أقوى، لكن عادي باب الغسل باب الغسل سواء. لكن الغسل بالكسر اللي هو الصابون، الصابون بالكسر، الآلة التي نستخدمها هي الغسل. ها طبعا البخاري أصلا تنازعت فيه المذاهب الثلاثة، منهم من قال شافعي، ومنهم من قال حنفي، ومنهم من قال مالكي، إلا أنه الراجح أنه صار مجتهدا بعد ذلك، وله خلافات خالف فيها الأمة كلها، في آراء للإمام البخاري خالف فيها الأمة، آراء اجتهاده كبطلان صلاة المأموم منفردا. وهنا الجماع من غير إنزال يوجب الإيه؟ الغسل. استغفر الله، لا يوجب الغسل، لا يوجب الايه؟ موجود 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 ان شاء الله. احنا عملنا دوره في مصر في ثلاثيات البخاري، الاحاديث التي بين البخاري والرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثه، يعني ممكن ساعتين ننتهي منها، لكن نفكر في مره كده نبقى نفعل برنامج قبل ان ناتي يكون مفيد، لكن يستشيرونا، لكن لا احد يستشير، لا أحد يستشير الشيخ ماذا نقرأ، ولذلك الشيخ لا يعطي إجازة إلا فيما طلب الناس، لكن إجازة مني إلى البخاري ومن البخاري إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء عظيم. كم ثلاثيات البخاري؟ 22 حديث. العادة أننا نعطي محاضرة نتكلم عن تاريخ البخاري، ومحاضرة ثانية نتكلم عن صحيح البخاري وكيف كتبه، والمحاضرة الثالثة نقرأ 22 حديث. عشان الوقت ممكن ساعة، ساعة ونصف ننتهي منها إن شاء الله. 9 قطع ذهبية تريد؟ لا يريد، ولا يريد، ونحن كمان لا نريد. خلاص قول يا ابني. نعم، وجب الغسل. إذن الولد يختن وكذلك البنت تختن أيضا. مذهبنا الشافعي كده. أول مرة تعرف؟ أول مرة تعرفه مذهب. شوف، أنت تريد أن تقول الختان حرام، أنت حر، تقول من يفعل الختان يدخل النار،
الله يحسبك. لكن حكم ختان الذكور على مذهب الإمام الشافعي واجب، حكم ختان الإناث على مذهب الإمام الشافعي واجب. أنت تعترض، أنا ليس عندي اعتراض. الدكتور علي جمعة رح أكرمه الله قال أن ختان الإناث حرام، رأيه اجتهاده، لكن لم يقل مذهب شافعي. احنا لسنا في محاضرة فقه مقارن، اعرف مذهبك وانت حر، انا ماليش علاقة. الدين ليس مذهب شافعي، الدين ليس مذهب شافعي، الدين اكبر من مذهب شافعي. ولكن احنا نتعلم مذهب مين؟ فلا نقول اقوالا ليست من اقوال الامام الايه؟ هذا أبو شجاع كتاب جيد قوي، لكن أنا أبو شجاع ده مذهب مالكي، ما ينفعش، الراجل مذهبه شافعي. مذهبه إيه؟ شافعي. قول سيدي. فصل فرائض الغسل. وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه. أهو أدي الركن الضعيف ده. تاني حاجة ضعيفة إزالة النجاسة ليست ركن، هي شرط. هذه كده تاني حاجة ضعيفة في متن أبي شجاع، أن إزالة النجاسة ليست ركنا وإنما هي إيها؟ شرطا. الأركان اثنين فقط: النية وعموم الجسد بالماء. وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. سنن الغسل. وسننه خمسة أشياء: التسمية والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد، والموالاة، والتقديم اليمنى على اليسرى. فصل الاغتسالات المسنونة. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة والعيدين، والاستسقاء، والخسوف والكسوف، والغسل من غسل الميت، والكافر إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، والغسل عند الإحرام ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة ضعيف. وريني كده. يلا يا ابو المبيت بالمزدلفة ضعيف. ولرب الجبال الثلاث، وللطواف، وللسعي، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الطواف والسعي ضعيف، الطواف والسعي ضعيف. الغسل للكافر بشرط ألا يكون قد حصل موجبا من موجبات الغسل أثناء الكفر. أنا رجل كافر أسلمت اليوم، أنت متزوج؟ متزوج وعندي أولاد. يعني جامعت زوجتك؟ نعم. إذن وجب الغسل. أسلمت امرأة عمرها 20 سنة متزوجة، قالت لا حطي، قالت حطي كثيرا، وجب الغسل لأنها إيه؟ حائض. متى يكون الغسل سنة؟ إذا أسلم ولم يحصل موجب من موجبات الغسل أثناء الإيه؟ الكفر. فهمتم؟ فصل المسح على الخفين. والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين، وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما. الشيخ قال جائز، لم يقل سنة. إذن المسح على الخفين أفضل ولا غسل الرجلين أفضل؟ الغسل أفضل. الغسل إيه؟ الشروط خمسة. الاختلاف
في شرطين فقط. الأول تتابع المشي، والثاني عدم وصول الماء. رأي الإمام الشافعي إن كان يصل الماء منهما إلا مكان الخرز يعني السستة فما فائدة الخف؟ في تاني في الخف ولا لسه؟ مدة المسح. نعم؟ مدة المسح على الخفين، ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح المقيم. لأن المقيم هو الأصل والمسافر على خلاف الأصل. الأصل أنني مقيم ولا مسافر؟ مقيم. يا سلام، الأصل مسافر. يا أخي حرام. الأصل أن الإنسان مسافر ولا مقيم؟ مقيم. ومن هنا إن سافر وأقام، أقام وسافر، كل يوم وليلة. متى يكون ثلاثة أيام بلياليها؟ أثناء السفر فقط. نعم. مبتلات المسح على الخفين، ويبتل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، وانقضاء المدة، وما يوجب الغسل. فصل في التيمم. لو في أي شيء صعب أخبرني، يعني أنا أدعي إن ما يقال سهل. لو في شيء صعب أخبروني عشان أنا أركز في غير المعتمد، وأركز لو في حاجة فيها مشكلة. أي حد يرى في شيء صعب يخبر. يلا لا تخاف، لا تخاف. فصل في التيمم وشرائط التيمم خمسة أشياء. متى شرع التيمم؟ حد يعرف؟ في العام السادس للهجرة. شرع التيمم في العام السادس للهجرة. وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة. وجود عذر بالمرض اسمه فقد الماء معنوي، لا يوجد الماء اسمه فقد الماء حسا، ولا بد من الطلب، والطلب بعد دخول الوقت لا قبل دخول الوقت. نعم. ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله، وإعوازه بعد الطلب. إعوازه يعني أنا أبحث عنه ولم أجده. نعم. والتراب الطاهر وله غبار، فإن خالطه جس أو رمل. الجس اللي هو يعني زي الجبس لونه أبيض كده، نستخدم في الحائط ده لونه أبيض. ها؟ نعم. كثير من الحجاج يذهبون إلى المكة أو إلى المدينة في الطائرة، يتيممون في الكرسي الطائرة. إذا خرج منه تراب يجوز. شوف شوف بالراحة. أنا كنت مريض من عامين، جلست أصلي في البيت زيادة عن 30 يوم أو 35 يوم. أنا كنت لا أتحرك من حادث في القدم والكتف. كنت أتيمم. كيف أتيمم؟ كنت أتيمم من التراب الذي على الكتب. كتب عليها تراب. في تراب ولا ما فيش تراب؟ في تراب. نحن الآن في طائرة، أنا أفعل كده، في تراب ولا ما فيش؟ أو 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 أو. طب كده في تراب؟ ما فيش، يبقى لا يجوز. طيب هذه طائرة أو أو في تراب، في تراب، في تراب، يبقى يجوز. أنا ليس عندي ضابط اسمه الطائرة ولا أوتوبيس، أنا عندي الضابط أجد تراب. حتى لو واحد عمل كده فخرج تراب يبقى تراب. هذا السؤال يا ابني. فأنا في الطائرة هل وجدت ترابا؟ يجوز. ما فيش تراب يبقى لا يجوز. ده الضابط عندي، ده الضابط عندي. كيفية التيمم سهلة. لازم على اللحم،
لا يوجد تيمم على الملابس. الضربة الأولى أو مفرغة سنة ثم يضرب الأرض، يستحب تحريك الخاتم في الأولى ويستحب تخفيف التراب. تسمعون يا بنات؟ تسمعي تخفيف التراب. ثم يمسح الوجه مرة. طب مرتين مكروه، ثلاثة مكروه. ثم يضرب، يا سلام بعد ما خلص ثم يضرب مرة لو في خاتم وجب التحريك، ثم يخفف. تفريق الأصابع سنة. كيف يمسح إيده؟ لو فعل هكذا صح، لكن الأفضل اليد الشمال مفرقة فوق ظهر اليمنى هكذا، ويمشي خطوطا من غير فصل. مرة واحدة انتهى التيمم. ولا يصلي بالتيمم إلا فردا واحدا، وما شاء من لا تيمم إلا بعد دخول الوقت. هناك فرق بين الوضوء والتيمم، 36 فرق. 36 فرق. نعم. وكيف يا شيخ بالمرأة في حول جميع الناس؟ ماذا أفعل؟ يخالطون مع الرجال. يعني سؤال بس، أنا ماذا أفعل؟ امرأة تريد التيمم مع الرجال فتضع التراب فوق يديها، هذا عورة. عورة. فماذا نفعل عشان اليد عورة؟ يعني رأي سعادتك نعمل ايه؟ نغير الدين؟ يعني سؤال برضه، انا سؤال اساله الشيخ اصدق، يعني راجل طيب مولانا، معلش راجل طيب، بيقول ايه؟ بيقول المرأة عايزة تتيمم، كيف تتيمم والناس تراها؟ يا سلام، نعمل ايه؟ فتتيمم بتراب فوق الملابس. صح، انت رجل مجتهد، ولكن في اجتهاد يوصل الى الجنه، وفي اجتهاد يوصل الى النار. يا مولانا يا مولانا، لا تستطيع تذهب الى الحمام، المرأة دي لا تستطيع تذهب إلى الحمام؟ تستطيع. لا تستطيع تستر نفسها؟ تستطيع. لكن لا تجعل الأمر كده، يقول لك لو الطيارة ستسقط في البحر نعمل إيه؟ ولا حاجة، ننطق الشهادتين، ننطق الشهادتين عادي، من حقه يسأل ومن حقي أجيب، وحقه. يا نعم. يعني ايه تراب من غير غبار؟ كل تراب له غبار. القضية زي الرمال، في رمال لو احنا نعمل فوق كده وينزل على الأرض مفيش حاجة خالص، هذا ليس له غبار. مذهب الإمام الشافعي لازم غبار، اللي هو يطير في الهواء ده، فإذا وجدنا الغبار صح الايه؟ التيمم. فهمت؟ وهو تراب ناعم كده خفيف. لكن أبو حنيفة عنده التيمم بكل ما أخرجته الأرض. أبو حنيفة ليس نحن. ها؟ يلا عرفان مفيش وقت. وفرائد التيمم، وفرائده أربعة أشياء: النية ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. في زيادة واحد نقل التراب. في زيادة واحد، ركن واحد، وهو نقل التراب. فلو الإنسان وقف في مهب الريح وجاء الهواء بغبار في وجهه وفي يديه لا يسمى نقلا، فلا يصح التيمم، فلا يصح التيمم. سنن ومبتلات التيمم. كلام سنن. ثلاثة أشياء: واحد، التسمية والتقديم اليمنى على اليسرى، والموالاة.
والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء. طبعا في سنن أخرى قلتها لك، خطوطا وتخفيف التراب وأن يكون مرة واحدة، تجده في الشرح. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. طيب، رؤية الماء في عندي هنا صورتين، قبل الصلاة، الثاني داخل الصلاة. قبل الصلاة قولا واحدا التيمم باطل، وإن شاء الله في كتاب نحن سنطبعه اسمه شرح التذكرة لابن الملقن في الفقه، هذا لم يشرحه أحد، الحمد لله شرحناه، سنطبعه قريبا إن شاء الله. الشاهد إن ذكرنا فيه 7 حالات يعيد تيمم، و15 حالة لا يعيد. هنا إذا جاء الماء قبل الصلاة قولا واحدا نتيمم، استغفر الله، نتوضأ. أما إذا جاء الماء ونحن داخل الصلاة، عندي صورتين: واحد، إذا كنا في مكان الأصل وجود الماء، هذا المعهد الأصل في ماء ولا ما فيش ماء؟ لكن الماء انقطع من يومين فنحن تيممنا، قبل صلاة الظهر جاء الماء، مولانا ما فيش خلاف، كله يتوضأ. جاء الماء ونحن في الركعة الثانية في الظهر، في هذا المعهد نور الأزهر، أسأل الله أن يبارك في كل من فيه، آمين، ويجازي من بناه عنا وعن الإسلام خير جزاء، آمين. سؤال، نحن في الركعة الثانية في هذا المعهد جاء الماء حقيقة، نخرج ولا نكمل الصلاة؟ إن كنا في مكان الأصل وجود الماء نخرج، إذا كنا في مكان الأصل عدم الماء نكمل الصلاة ولا نخرج. هيبقى هنا في المعهد الأصل في مية، في ماء، يبقى نخرج ولا نكمل؟ نخرج، ونعيد الصلاة بالوضوء. اللي مش فاهم أنا أعيد يا شباب، مين مش فاهم؟ نعم. السؤال كيف يتمم الإنسان في الطائرة مع وجود الماء في الطائرة؟ أنا ليس لي علاقة. الشيخ بيقول كيف يتيمم الإنسان في الطائرة مع وجود الماء في الطائرة، أنا لم أقل التيمم في الطائرة، أنا أقول التيمم إذا لم يوجد الإيه؟ في ماء يبقى ما فيش تيمم، لا يوجد ماء يبقى في إيه؟ تيمم. ضابط الطائرة ده أنتم الذي قلتم، ليس أنا، أنتم الذي قلتم. أنا عندي معلومة يا ابني، في ماء يبقى إيه؟ مفيش تيمم، مفيش ماء في الطائرة، في الأوتوبيس، في الشارع، في البيت، في المعهد، يبقى في إيه؟ تيمم. هذا هو الضابط عندي. نعم. احنا الان في المعهد هذا، الاصل ان الماء موجود ولا غير موجود؟ خلاص موجود. الماء انقطع من يومين يا ابني، يومين ما فيش ماء، نعمل ايه؟ تيممنا. بعد ما تيممنا وصلينا السنه وقبل صلاه الظهر جاء الماء، نعمل ايه؟ بطل التيمم ونتوضأ ونصلي الظهر. خلاص افهم بس، ما فيش حاجة اسمها انضاق الوقت، مخربين. شوف دخلنا في نقطة، وانضاق الوقت احنا هنا في فقد الماء ولا انضاق الوقت؟ سؤال، احنا هنا بنشرح انضاق الوقت ولا فقد الماء؟ عاقل حضرتك، في جيلة كتير في المنطقة، عشان كده يخطئ. لازم تركز مولانا بالراحة شوية كده. قولا واحدا سنذهب نتوضأ، مولانا نعم، بعد ما توضأنا نصلي عادي،
الصورة الثانية تيممنا لفقد الماء ودخلنا في الصلاة بالإيه؟ بالتيمم. ونحن داخل الصلاة جاء الماء حقيقة لا ظنا، حقيقة جاء الماء. الحكم أنت في مكان الأصل وجود الماء ولا الأصل فقد الماء؟ الأصل وجود الماء في المعهد، يبقى تخرج من الصلاة وتتوضأ. لا يا مولانا، ده نحن في مكان أصلا لا يوجد ماء، يبقى نكمل الصلاة. ضيق الوقت، فاضل دقيقة والوقت يخرج، صلي وتعيد. ماشي يا أستاذ؟ يبقى ضيق الوقت فاضل دقيقة، ماذا أفعل؟ صلي بالتيمم وبعد ذلك إيها؟ تعيد الصلاة بالوضوء. نعم. المصنف يقول الردة من مبتلات التيمم. فما بدل الوضوء يا أستاذ؟ التيمم رخصة، كيف يستفيد بالرخصة وهو كافر؟ لكن الوضوء أصل. التيمم رخصة، لا يستفيد بالرخصة العاصي كمان. أنا مسافر جاي فينا، جاي عندكم هنا الرياو دي، أعمل إيه؟ أقتل الشيخ ده، أقتله دلوقتي. حلال ولا حرام؟ حرام. كيف الشيخ مسافر سفر حرام ويتيمم ويقصر الصلاة ويمسع الخفين ثلاثة أيام؟ قالوا لا يجوز استخدام الرخص لأن الغرض من السفر حرام. الشيخ الحمد لله وفقت وأن قتلت مولانا، فأنا عائد من رياو إلى جاكرتا، أقصر وأمسع الخفين، لأن العودة حلال ولا حرام؟ حلال. يبقى من حقي أستفيد بالإيه؟ بالرخص. ومن هنا في قاعدة، هو قاعدة رقم في 40، الرخص لا تناط بالمعاصي. شنو قلت لك؟ خلاصة المذهب الشافعي 65 قاعدة، القوي يستخدمها يعرفها. شوف أنا استخدمها إزاي أهو. إيه الدليل على إن الإنسان إذا ذهب يقتل لا يستفيد وإذا عاد يستفيد؟ القاعدة تقول الرخص لا تناط بالمعاصي. فين القواعد دي يا مولانا؟ موجود في آخر الكتاب الطبعة الجديدة. يا الله زيدي يا ابن حرام عليك، خلص، عايزين نقول صدق الله العظيم. أصحاب الجبائر وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. فصل. النجاسات وكل ماء خارج من السبيلين. لحظات نعم. كيف يتصور هو التيمم ثم يستعمل الجبائر؟ أنا قدمي مريضة وأضع عليها جبيرة زي يعني قماش كده. الشيخ يقول كيف أتيمم وأنا أتوضأ؟ ستتوضأ وضوء كامل، مضمضة، استنشاق وجه، إيدين، أذن، عند القدم العليلة اليمين. أول شيء أتيمم، ضربة أمسح وجهي، وضربة أمسح يدي، عوضا عن غسل مين؟ القدم اليمنى. ثم أمسح عليها بالماء وأغسل القدم الشمال. فهمت؟ متى التيمم؟ مع وجود العضو الإيه؟ العليل. أما من كان الجبيرة في يده أو في رأسه فهذا لا نافع وضوء ولا نافع تيمم، وبعدما يبرأ يعيد كل ما فات من صلوات. وضع الجبيرة في إيده أو في وجهه سيعيد كل ما فات من إيها؟ من صلوات، لأنه لا يعرف يتوضأ ولا يعرف إيها؟ تيمم. نعم. فصل. النجاسات وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المنية،
وغسل جميع الأبواب والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. مذهب الإمام الشافعي أن الحيوان المأكول روثه نجس. البقرة مأكول مأكول، الغائط بتاع البقرة نجس، لكن الإمام مالك لا، الإمام مالك عنده أن غائط الحيوان المأكول طاهر. اعرف مذهبنا، مذهبنا كله نجس. النجاسة الأمر المستقذر المعفو عنها التي لا أراها، اسمها نجاسة معفو إيها؟ عنها. طبعا النجاسة تنقسم لثلاثة، ويعني الكتاب واضح فيها. قول يا سيدي. وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. ده النجاسة الصغرى، صبي لم يأكل لأن بوله خفيف، هذا الصبي سيكون إيه؟ ما جمعناه إيه من النجاسة بتاعته إيه؟ نجاسة معفو. طب إذا أكل صارت نجاسة متوسطة. طب البنت أكلت لم تأكل، نجاسة متوسطة. الكلب والخنزير بالغسل 7 مرات إحداهن بالتراب لأنها نجاسة إيه؟ مغلظة. قول يا سيدي. النجس من الحيوان، والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما طاهر بالحياة، وكل نجس بالموت. الحياة إلا الكلب والخنزير، الموت كل نجس إلا السمك والجراد والإنسان، إلا السمكة والجراد والإنسان ده طاهر. نعم سيدي. مس الجلد كذا. النجاسة لها لون، لها طعم، لها رائحة. أنا ماشي في الشارع كلب كده أنجن، عارفين أنجن؟ أنجن كده يخبط كده، أنا بص ما فيش حاجة، يبقى طاهر، يبقى طاهر. الحشرات نجسة، لكن إن كانت قليلة معفو عنها، إن كانت قليلة معفو. إيه شيخ قاعد كده يعمل كده في بعوضة، فين البعوضة كده؟ خلاص انتهت. ذبابة نجسة بس معفو عنها، لكن 50 ذبابة صار كثير، صار كثير. نعم. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. أحل لنا ميتتان ودمان، الكبد والطحال دمان، والسمك والجراد ميتتان. بما يطهر الإناء إذا ولغ فيه الكلب، ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، والثلاث أفضل. نعم. كيف عاوز إيه بس والسنة؟ أي حاجة. مش أنت قلت لحد الساعة 12 ونص؟ وربع ولا ونص؟ قلت وربع؟ والله أنا سمعت الشيخ قال ونصف، مش قلت ونصف؟ خلاص كمل الصلاة. عادي لا تقلق. لا تقلق. فإن الشيخ يريد أن ينصرف قبل الطلاب. كيف تطهر الخمرة؟ وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن تخللت بطرح شيء فيها. لو طهرت الخمر على مذهب الإمام الشافعي الخمر نجس نجاسة حقيقية زي البول. عارف البول؟ لو سقط البول على ثيابي صار نجسا. لو أنا أرش خمرة كده على ثياب أو قطرة خمر وقعت على ثيابي نجسة مثل البول. هذه الزجاجة زجاجة خمر، فواحد أعطاني هدية، قلت ماله، أنا أخذها وأتركها في البيت حتى تكون خلا. الإجابة حرام، اقتناء الحرام وجب إراقتها. لكن أنا يعني لم أراها، وعندما وجدتها رأيتها خمرة تخللت،
اشربها طاهر. طب والإناء نجس يا مولانا؟ لا، الإناء صار طاهرا بالتبعية. مشكلة الخمرة لو أنا وضعت فيها شيء جعلها خلا صارت متنجسة، لأن الشيء الذي وضعته اختلط بالخمر فتنجس. ومن هنا إذا وضعنا شيئا في الخمرة وطهرت الخمر، الإجابة أنها لم تطهر، لأن الشيء الذي وضعناه إلى الآن نجس. هذا الأذان ممكن من بعد الأذان. الله أكبر، إعانة الطالبين ده من أين جئتم به؟ طبعا دي صغيرة دي. إندونيسيا. بكم يباع؟ بكم يباع إعانة الطالبين ده الصغير ده؟ يعني 5 مجلدات. إحنا عندنا طبعا لكن كبيرة ليست صغيرة. 5 مجلدات. أكثر من مليون روبية. هذا من مصر مولانا. الكتاب الأزرق ده في الصف الثاني ده حشية القليوبي. الأزرق الصف الثاني تحت التفسير الكبير ده الأزرق. آه. آه. هذا حشية الاثنين دول بيجوري طبعا. انه نسي كلمت فكري الكتاب وجابه ولا لا؟ مش انا قلت لك يا ابني حرام عليك؟ بس فكري هينسى. هينسى. شرح ابي داود لمين ده؟ معلم السنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. مولانا أنا عايزين في الحجرة مقعد نجلس عشان نكتب على المكتب. طيب. يا ريت. لا حول ولا قوة. على اللهم رب العزة عما صرفت وصلح وصلح. يلا سي. فصل: الدماء الخارجة من فرج المرأة ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. الفرق بين الحيض والنفاس أن الحيض علامة من علامات البلوغ، النفاس لا. الثاني أن الحيض تحسب به العدة، النفاس لا. النفاس علامة على أنها أنثى، النفاس علامة على أنها إيه، لكن الحيض في اثنين. لا حيض ولا نفاس اسمه استحاضة، والمستحاضة تعامل معاملة أصحاب الأعذار. الوضوء والاستنجاء بعد دخول الوقت
وتصلي فردا واحدا وما شاءت من الايه من السنن. نعم سيدي. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة. نعم. ولونه أسود محتدم لذاع، والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. عقب ده مهم. طب الدم اللي خارج مع الولادة ليس نفاس، طب الخارج قبل الولادة ليس نفاس، النفاس بعد الولادة. أقله لحظة، أكثره 60 يوم، الغالب 40 يوم. الدليل تتبع أخبار النساء، تتبع أخبار الإيه؟ النساء. زاد عن 60 يوم استحاضة. والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس، مدة الحيض والنفاس، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما، وغالبه 40 يوما، وأقل الدهر بين الحيضتين 15 يوما. ده عشان الشيطان. المرأة طهرت يوم واحد في الشهر، نزل دم الحيض يوم 10، هذا ليس دم حيض، هذا دم استحاضة. دم ايه؟ نزل بعد 16 يوم، جيد. إذن الفرق بين الحيض والحيضة لا يقل عن كام؟ لكن ممكن تحيض وتطهر النهاردة وتحيض مرة ثانية بعد 5 سنوات. موجود في زمن الإمام النووي امرأة طلقت، حاضت مرة ثم مرة رقم 3 بعد 25 سنة، يعني ظلت طهر معها كم سنة؟ 25 سنة. وأجمع أهل عصرها على أن العدة ممتدة إلى أن تأتي الحيضة رقم 3. كل الفقهاء في زمن الإمام النووي قالوا هذا الكلام. هنعمل إيه؟ أنا عندي تعبدي. إن كانت من زوات الحيض 3 أطهار، تحيض وتغتسل. هنشرح إن شاء الله. ركز معي بقى في هذه العبارة. ابن عباس سأل الأعراب كيف تعرفون العالم؟ قالوا نعرفه بالفرائض والنكاح والطلاق. درس النكاح والطلاق ياريت نهتم به. الفرائض صعب نهتم به، لكن ممكن مرة أخرى نأتي للفرائض فقط يكون أفضل، لكن سنحاول. وذاكر، ومن عنده مسائل في الفرائض يسألني كيف تكون عالم قوي. الفرائض والمناكحات، وياريت تكون قوي في الزكاة وتعرف نصاب الزكاة ومقدار الزكاة، تكون عالم قوي إن شاء الله. نعم سيد. أقل زمان تحيد فيه المرأة ومدة الحمل، وأقل زمان تحيد فيه المرأة 9 سنين، وأقل الحمل 6 أشهر. الحيض بيكون في البلاد الحارة بدري، والبلاد الباردة متأخر، لكن إذا نزل الدم وعمرها أقل من 9 سنوات هذا استحاضة، هذا استحاضة. لكن في البلاد الحارة بيكون البلوغ بسرعة. وأقل الحمل 6 أشهر، وأكثره 4 سنين، وغالبه 9 أشهر. الدليل التتبع، الدليل التتبع لأخبار النساء. ما يحرم بالحيض والنفاس، ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوقف والاستمتاع بما بين السرة والركبة. ما يحرم على الجنب، ويحرم على الجنب 5 أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف والوقف في المسجد. ما يحرم على المحدث، ويحرم على المحدث 3 أشياء: الصلاة والطواف ومسح المصحف وحمله. حكم طلاق الحائض طلاق حرام، وهو طلاق بدعي إلا أنه يقع.
رجل طلق زوجته وهي حائض، حكم الطلاق ايه؟ ان طلقها مره اثنين، ان طلقها اثنين ثلاثه، لكن حرام لانه طلقها وهي حائض، وهو يسمى بالطلاق البدعي. حكم قراءة القرآن وحمل المصحف ومس المصحف للمرأة الحائض كله حرام إلا إذا كان لضرورة العلم. أما المرأة الجنب بالجماع أو الإنزال والرجل الجنب بالجماع أو الإنزال فطالب العلم لا يجوز أن يقرأ ولا يمس المصحف. لماذا؟ لأن الحائض لو اغتسلت 1000 مرة لم تطهر، أما الجنب يغتسل يطهر، وإن لم يجد ماء تيمم، فلا عذر للجنب في ذلك. لماذا سمي بجنب؟ لأنه يتجنب أمورا كانت مباحة. يعني نقف عند الصلاة وأسأل الله أن احنا نلتقي النهاردة نكمل إن شاء الله، ناخذ الصلاة، يا ريت لو خدنا الصلاة كاملة يبقى احنا كده جيد أوي. هنحاول إن شاء الله نحاول بقدر الإمكان ننتهي ولو سريعا، لكن في مسائل لازم نتكلم فيها. يعني أنا مش عارف هل في استفادة من الدرس ولا لا توجد استفادة؟ أنا شخصيا لم أستفد شيئا. أنت تستفيد لكن ما فائدتي أنا؟ الناس يوم القيامة يقولون نفسي نفسي، لكن أنا دنيا وآخرة أقول نفسي نفسي. نراكم على خير إن شاء الله الساعة 10 مساء. صح.